أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان، غادي يمشيو فيها بلا سلاح. خصنا نتفقوا على هادي، حنا ما تنحربوش وما يمكنناش نحربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول، ما تنحربوش اسبانيا. وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا، وما شهرين شي عليها الحرب، بحيث تنقول اسبانيا 350 الف مغربي ومغربيه غادي يمشيو يدخلوا الصحراء، ما بينه وبينك حتى حرب، ما عندنا معك مشكل، ولا سيما انك انت قررتي انك غادي تخرجي اسبانيا. تنقول ان المغرب مستعد بل من الواجب عليه ان يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامة وصيانة الأرواح فيما إذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز إسباني. أما كل حاجز إسباني لقيناه في طريقنا تنقول لهم ما غادي نحربوكمش، فإذا ما عندكم لاش تحربونا. بالحق إذا كان هناك عنصر أجنبي على الإسبانيين سوف لا نتهاود في الدفاع، بل سوف لا نتردد عن الزحف، وإذاك ما غادي يرجع شي هجوم من جهتنا، بل غادي يرجع صد عدوان وغادي يرجع دفاع عن النفس. فقررنا إذن أن في كل عملة غادي تفتحوا مكاتب أنت تسجيل، وكل عملة حسنا شحال ديال الناس غادي ناخذوا منها. وأنا شعبي العزيز نعطيك بعض الأرقام. أكادير 33 ألف، منهم 3300 مرأة. الحسيمة 2000 نسمة، منهم 200 مرأة. بني ملال 10,000 نسمة، منهم 1000 مرأة. شيشاون 500 نسمة، منهم 50 مرأة. الدار البيضاء 35,000 نسمة، منهم 3500 مرأة. الجديدة 15,000 نسمة، منهم 1500 مرأة. الصويرة 5,000 نسمة، 500 مرأة. فيقيق 1500، 150 مرأة. قنيطرة فاس 15,000، 1500 مرأة. قنيطرة 10,000 نسمة، 1000 نتاع النساء. الخميسات 10,000، 1000 النساء. قلعة الصراغنة 2500، 250. خريبكة 2500، 250. قصر السوق 20,000، 2000. خنيفرة 10,000، 1000. مراكش 25,000، 2500. مكناس 10,000، 1000. الناظور 500، 50. ميسور 500، 50. وجدة 1500، 150. ورزازات 20,000، 2000. الرباط وسلا 10,000، 1000. أسفي 7,000، 700. سطات 10,000، 1000. طنجة 500، 50. طرفايا 15,000، 1500. تازة 10,000، 1000. تطوان 1500، 150. تيزنيت 18,000، 1800. وأزيلال 5,500.
المجموع من السكان بالضبط 306500 نسمة بلا الأطور الإدارية، منها الضباط و300 قيد والخلايف و700 شيخ ومخدمين والأطباء والمكلفين بالخدمات، فيصير الجميع 350 ألف نسمة. ما عندناش صواريخ، ولكن عندنا من القوة، وعندنا ولله الحمد من الزاد ومن الأسلحة، ومع ذلك أطرنا المسيرة السلمية على استعمال القوة والغزو، علما منا أنه لا يوجد سفاك آتم لا يؤمن لا بالله ولا بالشيطان، لا يوجد رجل يمكن أن يعطي الأمر بإطلاق النار على 350 ألف نسمة مدنية عزلاء لا شيء في يدها إلا كتاب الله، لأن من الواجب حنا صوبنا الخمسة كل واحد غادي يكون في المسيرة، غادي يكون من القبيلة ديالو عنده المدرر ديالو واللي تيتشارط معاه، وكل واحد صوبنا له الخمسة مرأة ورجل باش تيلا ما كانش على الطهارة الكبيرة يمكن له ياخذ في الدور الخمسة. مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع والو، مسيرة اللي غادي تدوم 15 اليوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي موقع شي بينها اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال القلمة باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى لقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع للنفس فيما إذا لقينا من غير صبليون، هذه تنزيد نأكدها، إذا لقينا من غير صبليون راه المغرب ما بقى شي تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدم مسؤوليتهم أنهم يضربوا 350 ألف عزال ديك الساعة تنم رؤوسهم، حنا نخلوهم يديروا هادي. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا أحببنا أم كارهنا وأحب أم كاره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بيننا وبينه، لا أظن. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خليونا محلنا، ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب.